السلام عليكم، كيف تقدر تستخدم الشاشة بهذه الطريقة؟ طبعا الطريقة سهلة جدا، عن طريق نضغط من الكيبورد Fn مع الشاشة يطلع لنا عدة خيارات، نختار Extend. وإذا حبيت تستخدم شاشة واحدة Fn الشاشة، نستخدم شاشة اللابتوب فقط. الآن نحول إلى شاشة مزدوجة. الآن ظهر نفس الشاشة على شاشتين. نستخدم كل شاشة على حدة Extend، كل شاشة على حدة، أو عن طريق ندخل إلى إعدادات كارت الشاشة Output to Extend Desktop، Output to Extend Desktop. وشكرا.